اهلا فيكم حبيباتي على قناتي بيتي مملكتي. كيف ما كتشوفوا اليوم راح نحضر وجبة مغربية عريقة وهي البسطيلة. ما كنظنش ما كاين شي حد ما كيبغيهاش. كتحضر في المناسبات وفي العرضات وفي اي مناسبة كتكون واجدة في الطاولة المغربية في جميع المناسبات كترحيب بالضيوف. وبلا ما نطول عليكم خلونا نبداو بالمقادير. عندنا دجاج، كيف كتشوفوا كمية من الدجاج، كل واحد كيحط الكمية اللي على حسب شحال باغي يعمل البسطيلة، واش كتب بزاف ولا قليل. المهم كمية من الدجاج، 4 بيضات، بصلتان مفرومتان ناعم، من احسن واحد يفرمها ناعم، كمية من البقدونس، وخليط ما بين زيت الزيتون والزيت نباتية، والبهارات اللي هي عبارة عن عود من القرفة، زعفران حر، رشة فلفل، يعني فلفل أسود شوية، نص ملعقة، وزنجبيل ملعقة صغيرة، وملعقة صغيرة كركم، وورقة البسطيلة اللي ضروري تكون اللي هي هذه. يمكن لكم تحضروها في البيت، يمكن لكم تشتروها جاهزة اللي هي الكلاج اللي كيعملوها في البقلاوة. بالنسبة للناس اللي مش موجودين بالمغرب اللي بيحضروا بها البقلاوة. وعندنا كمية من اللوز، كيف كتشوفوا اللي سبق اللي غسلته ونقعته في مياه سخنه، ماشي تسلقوه، خصكم تحطوه في ميه مغليه لحد ما تبرد المي، ومن بعد تقشروه بحال ما هكا، واللي من بعد غنقليوه ونفرموه. كنظن هذه هي الكميه المقادير. خليونا هلا نبداو. كيف كتشوفوا اول حاجه حطينا زيت الزيتون وزيت المائده، ونحطوا الدجاج مباشرة، نحطو جميع المكونات. كيف تشوفوا نحطو البصل، طريقة يعني جد سهلة. نحطو البصل، من بعد نحطو البهارات اللي قلنا عليهم كاملين، بعدين نحطو هاد البقدونس، هاد الأكلة تجي كتير لذيذة، يعني تجي يعني العالم كله كتعجبهم. وكاين عاوتاني بسطيلات بالخوضة، نقدر شي مرة نديرو تا هما، تا هما كيجيو بلاد مع الشعرية الصينية اللي هي بفرميسيل. منحطوش الماما ولا أي شيء، نخليو هاد العناصر تقلم مزيان كيف كتشوفوا، ونقلبو مره لحد ما تنزل معانا البصله والدجاج يتقلى كيف كتشوفوا. ودابا نقومو نخلي اللوز، حطينا في زيت سخونه، معمورة بالزيت، طنجرة، نخليه لحد ما يتحمر شوية واللي ذهبي، ومن بعد نطفيه عليه ولا نشيلوه من الطنجرة لأنه كيكمل الاستواء بعدين، ما خصناش نخليه تاي حمار باش نحيدوه، الله يولي شوية أشقى ونشيلوه من المقلاة. كيف ما كتشوفوا بعد ما تحمر معانا اللوز بها على هالشكل، خصو يكون بحال ما هاد اللون، ماشي يكون حمر بزاف، من بعد كيتحرق كيعطيو واحد الطعم غير مرغوب فيه. كنحيدوه من على النار، في هاد الأثناء الدجاج هو بعد ما تقلى مزيان اطلق الماء ديالو،
ما ضفتش لي لا ما ولا شيء ولا اي حاجه. دابا غادي نرويه شويه، ندير واحد القدر كافي باش يطيب فيه الدجاج، ونسد عليه الطنجره مده شي نص ساعه على نار مهيله. كيف قلنا بعد ما تقلى نزل الماء ديالو، للاشاره ممكن تضيفوا واحد ملعقه راس ملعقه تاع السمن، بالنسبه لي انا كنفضل نديرو كيعطي واحد النسمه زوينه، راس ملعقه صغيره يعني ماشي بزاف، كيعطي واحد النسمه. انا ضفتها دابا بس للاشاره بعد ما تقلى معانا مزيان، وما شاء الله الرائحه طالعه مع داك العود القرفه، ريحه رائعه. نحط الماء القدر الكافي، شيء بسيط يعني، بس مقدار كوب كوب ونص تقريبا. من بعد نحطو نغطيوها، نحطو على درجة مهيلة من نص ساعة تقريبا تقريبا، ونشوفو إذا طاب معنا ونرجعو نكملو بقية. وبعد ما انطبخ معنا الدجاج كيف كتشوفوا استوى منيح، نحيدوه من الطنجره بالطريقه، طاب معنا مزيان والرائحه طالعه رائعه تبارك الله. نحيدو العود القرفه تا هو صافي، نخليو هذا الشكل. نحطو الدجاج على جنب، نفرتوه، نحيدوه من العظام من العظم، ونخليو بس اللحم مقطعين قطع صغيره. في هذه الاثناء نكونوا مجهزين البيض، نقليو مزيان تبقوا هكا باش ما يلصقش معانا. غتبقى لينا غير هذا الخليط اللي هو عباره على بصل ومشويه المرق و بقدونس. في هذه الاثناء نحطوا هذه الاربع البيضات ونبقاو نخلطوا بلا ما نتوقفوا، احسن ناخذ هذا الشوربه باش ما يطيبش معانا البيض ويولي بحال مقلي. نبقاو نحركوا نحركوا لحد ما يتخلص معانا الخليط وينشف الماء تماما. من ينشف معانا الماء نعرفوا انه خلصت معانا العمليه، يعني القوام اللي بغينا هو هذا. نبقاو نخلطو حتى نحصلو على الخليط. بهذه الطريقه نكونوا حصلنا على القوام اللي بغينا، ونشف من الماء ما بقينا الا نطفيو ونكملوا بقيه الخطوات. وكيف ما شفتوا معايا اخواتي بعد ما خلصنا، هذا هو البيض بعد ما حيدنا له الماء ولا ناشف بحال هذه الطريقه. ضروري يكون ناشف باش الورقه البسطيله ما تصيرش ميه وتفتفت معانا مثل ما شايفين. هذا هو الدجاج بعد ما شلت له العظام وقطعته قطع صغيره، وهذا هو اللوز بعد ما طحنتو ولا فرمتو شويه وحطيت شويه سكر شويه قرفه ونحركهم مع بعض. انا ما حطيتش على فكره، ما حطيتش في البيض، في ناس بيحطوا سكر وقرفه، انا ما حطيتهمش، ما ديش حط سكر حلاوه اكثر، اكتفيت بحطه بس باللوز مثل ما شفتوا. نحركوا مزيان تقريبا هكا، بهذه الطريقة. هذا سكر بودرة حطيت أنا، وهون هنا عندي زبدة دايبة باش ندهن الورقة، وهذا بياض البيض عشان تسكر سكر الورقة معاش تكون تضل مفتوحة. أنا في الأول كنت باغا نعمل الورقة بسطيلة، كنت جبتها معايا من المغرب فكيتها من الثلاجة، بس جربت واحدة ما زبطتش معايا،
بلشت تتقطع على قبل هكا، ما غاديش نستعملها. من حسن الحظ كان عندي هذا الكلاج تبع التركي، نظن الناس اللي عايشين هون ممكن يكونوا عارفينه، تبع البقلاوة. فتحتها هلا، كانت عندي هي هذه، كمان تيجي مزيانة، ولكن ما خصش يبقى في الهواء لان دغري كتفرتت شويه. صعبه في الشغل، اصعب من البسطيله تبع البيت، ولكن انا حستعملها انا هلا لانه ما عنديش غيره وما فيش وقت، عشان كاينش الوقت باش نعمل وحده بالبيت. اذا بدكم شي مره نعملوا ورق بسطيله بالبيت، اذا حابين اكتبوا لي في التعليق ندير لكم ورق الورقه بالبيت. بسم الله على بركة الله. نبدأ أول حاجة، نبدأ بدهن الورقة كما شايفين. أنا اليوم حنستعمل الورق البسطيلة، حعملهم صغار يعني فرديين، وعادة بيحطوهم بالصينية بتكون مدورة وبتعمل العائلة كلها، بس أنا بدي أحط فرديين. الوقت اللي بدي بظهرهم من الثلاجة وبحطهم بالفرن، ما بغاش نعمل كبار، هعملهم فرديين صغار. شوفوا معايا، ندهنوها، لازم تدهن مزيان ورقة بسطيلة باش ما تقطعش. وهاد الورقة شوية حساسة، هاد الورقة تبع البقلاوة شوية حساسة، دغيا كتفرتت لبقات في الهواء خاصها تغطى. بسم الله. اول حاجه نبداو بالبيض، حاولوا ما تعمروهمش بزاف باش ما يتقطعوش، يعني بنغوا شويه تقريبا هكا. حطوا، استعمل ايدي بصراحه احسن. كل حاجه ناخذ منها شويه شويه من الشغل. شويه اللوز بهذه الطريقه، نعمل هكا، نستعملها هكا، نبداو كيف كتشوفوا بحال هكا، نبداو نلفو وندهنو شويه. الورقات ديال الكلاج، كلاج كنظن سميتها، ماشي بحال الورقة البسطيلة اللي تاع المغرب واللي كنستعملوها في البيت، تجي ناشفة ما فيهاش نهائي الدهن، ما كيكونوش دهنينة يعني. بهذه الطريقة غادي ناخذوها هكا، نستعملها بهذه الطريقة بحال القلب تقريبا. نتمنى الصورة تكون واضحة. ناخد عود ديال كوطونتيج تبع الاسنان ونشدهم هكا، نسكرهم هون تكون جاهزه معانا. هنا الفكره تكون وصلت. كناخد علبه ديال الالومنيوم كنحطهم فيها، كنبقى نحط لحد ما تكمل، وكنحطهم بدل المجمد الوقت اللي كنبغي نطيبهم او كتجيني شي اعراض على غفله، كنجبدهم مباشره كنحطهم بالفران، كيجيو رائعين. ولكن هذه خاصها تدهن مازال، غادي ندهنها كيف كتشوفوا بهذا الشكل. كون خلصت من هنا نكمل معكم الحلقه. هذا كيجي في البقلاوة زوين، كيجي في نوع من الحلويات مع القشطة، شو مرة نديرها لكم. كيجي في الفول، كيجي هائل ممتاز يعني. عنده عدة استعمالات هذا الورق، كنظن موجود في اي محل سوبر مارشي وهيك. الواحد من سالي ضروري تغطيها، تغطيها بحال دابا خديتي منها، لازم من بعد فهمتي هي الطول ديالها كيكونوا فيها شي كمية كبيرة يعني. مثل دابا انا باغا نستعمل واحد شوية، نظهر شي واحد العدد
مباشره هادو نسدهم منخليهمش معرضين للهواء، مباشره نغطيهم بمنديل باش ما تبقاش تفتت معاكم. نكمل الطريقه نفس الطريقه، نعاود معاكم واحده اخرى باش توضح معاكم، نوضح لكم اكثر. توحشنا نيت ورق هذا البسطيله، قلت ندير على شله وتفرجوا معايا فيها تشوفوني كيفاش كنستعملها، مده ما عملتهاش. كاينه كمان بسطيله ديال السمك كتجي حتى هي رائعه، ولكن بصراحه انا كنفضل اكثر حاجه هي تاع الدجاج. زوجي هو كيبغيها تاع الدجاج ولكن ما كيبغيش الحلاوه بزاف، على هذا الشيء ما درتش انا في البيض في البيض هذا السكر. كنحط الدجاج بحال هذه الطريقه، نتمنى تجربوا الطريقه تعجبكم. بالنسبه للناس اللي ما كيديروهاش ماشي من الاكلات ديالهم جربوها، تجي كتير لذيذه بزاف، تقدميها مع الاكل كمقبلات اذا بدك، ولا ما بدكش تعمليها كبيره كوجبه مثل ما شفتوا. كنتني الاول كنتني الثاني بهالطريقه، وتسكري. انا نسيت ما درتش في الاولى، درت فيها البيض بهالطريقه. كيف كتشوفوا راه ناشفه ما فيهاش نهائي الدهن. وكيف ما فرجيتكم من قبل كنديرهم بهذه الطريقه، مثل القلب، وكنمسكو كنشدهم بهذا ورق ديال هذا عود كوطونتيج، كنحطهم كنحطهم في هذا وكندهنهم، وكنستمر على هذه الطريقة حتى نكمل الكمية اللي عندنا. نتمنى تكون عجبتكم هذه الطريقة وتجربوها. ودابا بغيت نوريكم طريقه اخرى جاتني في بالي، قلت علاش لا نوريش لكم بالنسبه للناس اللي ما مجربيناش. كناخذوا مول عادي ديال الدجاج كيدخل الفران، طريقه هي كنديرها كندهنوا بالزبده مذوبه بطبيعه الحال على هذا الشكل. كناخذ الورق تبع الكلاج هذا تبع البسطيله ولا تبع البقلاوه، عندي هذه كبيره كنقص نثنيها على جوج. الا عندكم مول كبير تقدروا ديروا على واحد، انا عندي حيت المول الصغير كنديروا على جوج، يعني عندي جوج طبقات، يعني دابا عندي جوج طبقات كيف كتشوفوا. بهذه الطريقه كندهن شويه داخل شي حاجه قليله. هذه الطريقه هي كنديروا سهله وكيجي كتجي في طيله الغزاله بهذه الطريقه. نزيدو جوج طبقات اخرين اللي هما هادو بهذا الشكل، احسن من واحد كيديرها غير في الصينيه وكيبقى يتعنكش كيفاش يقاد ويدور. هذه الطريقه زوينه، تقدري ديريها في المول كيبقى مدور ولا مستطيل. انا كنديرها هكا في الصاله كتجيني ساهله جدا، ماشي غلط الواحد يغير يعني يشوف الحاجه السهله هي اللي ديرها. نزيدو ثاني طبقه ثانيه، يعني هي دابا جوج ورقات كيف كتشوفوا، يعني هي دابا ولا عندنا ست طبقات كنظن كفايه، يعني طبقه مزيانه ست طبقات. كندهن
الطريقه هي سهله وفرديين بالنسبه لواحد اللي باغي يجلدهم ولا يعملهم بالفريزه، يعني حتى هي مزيانه وقت اللي بغي يظهرهم بهذه الطريقه كيف كتشوفوا. اول حاجه ناخذ البيض ديالنا، كنفرقوا على جميع المناطق، نحاول نعمل كل بلاصه كنحط فيها مقدار يجي متساوي، ما تجيش بلاصه خاويه وبلاصه عامره. ريحه العطريه والقرفه سبحان الله انا كنحرك فيها وطالعه الريحه رائعه، قرفه وزاله. من بعد نحط طبقه دجاج، ما كاينش اسهل من هذه الطريقه كنظن، طريقه سهله جدا صحكم بنات جربوها، الطريقه سهله بزاف بالنسبه كمان للمبتدئين يخافوا تخسر ليهم الورقه ولا هكا الا داروا هذه الطريقه، يعني تنجح لهم ان شاء الله باذن الله تنجح. والان الطبقه الاخيره اللي هي اللوز، غنية باللوز، هذه وجبة بصراحة متكاملة غنية بزاف بالفيتامينات، واحد ياكل قطعة صغيرة بركة عليه لأنه مشبع مثل ما شفتوا. الآن غناخد الورقة المستيلة كيف كتشوفوا، غناخدو بحال ما الطريقة، أول وحدة غنديرولها هكا كيف اللولين، نحاول ندخلو شويه من الجناب، يعني الطريقه جد سهله، يعني كتبغيش تركيز اكثر، يعني سهله سهله بزاف بالطريقه. ندهنها اول حاجه، نحاولوا ما نتنيوهاش كامله، نخليوها شويه كبيره ماشي نتنيوها على النص، نتنيوها ونخليوها شويه هكا باش ندخلوا الجوانب كيف كتشوفوا بهذه الطريقه. بنتي مسكينه كتبكي، كيف كتشوف عندنا دابا ولاو عندنا 4 طبقات، نزيدو السادسة ونكونو نزيدو الطبقة الوحدة هي 6 طبقات ونكونو خلصنا هالورقة وبتجي على هاد الشكل. نتمنى يعجبكم كيف ما كتشوفو اخواتي، هاهما البسطيلات ديالنا بعد ما خلصناهم دخلتهم الفرن حتى تحمرو وخرجتهم وزينتهم بيش سكر بودرة وشوية القرفة واللوز، وهادو عملتهم الكمية باش تشوفوهم، والباقي عملتهم بالثلاجة بالفريزة يعني جمدتهم غير الوقت اللي كنبغيهم وجو عندي شي ضيوف على غفلة كنجبدهم وكنحطهم مباشرة بالفرن كيجيو من ألد ما كان. ننصحكم تجربوهم بحال ما هالطريقة فرديين كيجيو منظر ديالهم غزال، ان شاء الله يعجبكم يا رب. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش بارطاجيو مع الصديقات ديالكم، وما تنساوش تعملوا لايك
وما تبخلوش عليا بتعليقاتكم للمزيد من الفيديوهات، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.